الأسرة والمعسكر زاد في الأصوات وزاد في الأعضاء على ما كان عليه في 2009. ما تسمعوا له على المدن طبقوا من الرباط اللي احنا فيها. الرباط في 2009 كان عندنا فيه 21 عضو وعضوة في مجلس المدينة. حصلنا على 21 واحد. الآن حصلنا على 21 واحد. لم نفقد الرباط نهائيا ولم نفقد ولا صوت واحد في مدينة الرباط. على مستوى طنجة لم نفقد طنجة أبدا. طنجة كان في بالعكس زدنا فيها. 2009 كان عندنا 7 أعضاء في مجلس المدينة، اليوم عندنا 12. لم نفقد مراكش بالعكس زدنا فيها. مراكش كانت عندنا في 2009 17 عضو، اليوم عندنا 22. فقدنا 4 مقاعد في الدار البيضاء. فقدنا 4 مقاعد في الدار البيضاء من اصل 19 ولات عندنا 15. فقدنا 3 مقاعد في سلا. هذا فيما يتعلق بالعموديات. لم نفقد شيئا في فاس لاننا لم نكون، ولكن بالمقابل احنا في كثير من المدن سجلنا حضورا متوسطا الى قوي في مدن اللي ما كناش فيها. لم نكن في اكادير، اليوم احنا كاين. لم نكن في تطوان، احنا اليوم كاين. لم نكن في الناظور، احنا اليوم كاين. كنا في وجده ولكن من بعيد، احنا اليوم كاينين ومتقدمين، احنا الاوائل ومن بعيد. لم نكن في مكناس، لانك تعرفوا في 2009 المناضلات والمناضلين اللي كانوا ينجحوا مع الاصاله لم يضبطوا لقرار الحزب، طردناهم كلهم وبدلنا من الاول، واليوم احنا موجودين بعد ما كناش. الى غير ذلك من المدن الكبيره والمتوسطه والصغيره. ان الحزب اليوم رغم كل العراقيل ورغم كل الهجومات التي وصلت لدرجة ما غاديش نوصفها لكم انتم كتعرفوها، لم يحافظ فقط على موقعه بقدر ما تقدم خطوات إلى الأمام على الموقع اللي كان فيه. وهذا يؤكد أولا مصداقية الحزب، ثانيا مصداقية مناضلات ومناضلي الحزب لدى المغاربة، ثالثا مصداقية المشروع المجتمعي يحمل حزب الأصالة والمعاصرة ويتقاسمه مع باقي الفاعلين ومع الشعب المغربي. كانت خروقات كثيرة جدا جدا جدا. ربما نحن الحزب الوحيد الذي قدم أغلب الشكايات، أغلب الشكايات سواء إلى السلطة القضائية أو إلى السلطات الإدارية المكلفة بالسهر على السير العادل للعملية الانتخابية. وأكثر من 90 ديال هذه الشكايات التظلمات لم ينبت فيها إلى حدود الساعة، بل أكثر من ذلك تمك شكايات لغريبة جدا اللي طاحت في لوائح لحزب الأصالة والمعاصرة بالإدارة. زيو مثلا، زيو كانت العملية تنتهي مع 12، الناس كانوا مع 10، الموظف المكلف داك الشيء سد الباب، الباشا كيقول لهم ما عندي ما ندير لكم ولكن نعطيكم واحد الورقه كنشهد بانكم جيتوا قبل الوقت، وعطى لهم الباشا الورقه بان جاوا قبل الوقت. ومازال هذيك الشكايه
في المحكمة غادية. إذا لم نشارك في خنيفرة لائحة المنافس دارت واحد السمية اللي عندنا من رسول العمل عيطوا اليوم قال لهم فتبين بأن المنافس زور هذاك السمية اللي كاينة وقال السلطات أنا كنسحب هما صيفطوها للقضاء لأن فيه التزوير وبقات عند القضاء إلى حدود الساعة إلى غير ذلك من شكايات. ولكن ما كناش باغيين نديروا لا بلاء ولا احتجاج ولا كذا، درنا بلاء مع السبعة ونص دليل البارح تسدوا صناديق الاقتراع. علاش؟ باش ما يتقالش بأن نمارس الابتزاز لا على المنافسين ولا على الإدارة، وأيضا حتى لا يقال بأننا ما عندناش ثقة في هذه المؤسسة. عكس الحكومة، تبعتوا خرجات ديال السيد رئيس الحكومة، أقول السيد رئيس الحكومة وأنا آسف، لأنه هو المشرف القانوني والدستوري والسياسي على الانتخابات، وهو يشوف فيها منين كيهضر، كيأثر فيها منين كيمشي، كيستعمل الصفة منين كتكون تصور الليلة ديال 24 ساعة قبل الاختراع، كيقول للمغاربة راه الأرامل ما غاديش يتخلصوا حتى بعد الانتخابات. إلا كانت شي أرملة شنو تقول في راسها؟ راه إلا صوت غنتخلص إلا ما صوتش عادي. إلا خدينا يعني التطور الثقافي ديال المغاربة والمغربيات. واش هذا كلام كيتقال؟ لي مفترض أن أخلاقيا السيد رئيس الحكومة ما بغاش يصرف هذا الشيء باش ما يأثرش في العملية الانتخابية، ولكن اللهم يصرفها قبل ولا يقولها بأن ستصرف بعد الانتخابات.